السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن مصروفات الجامعات الخاصة. تابعوا الفيديو للنهاية وان شاء الله هتستفادوا. لو اول مرة بتشوفوا القناة اهلا بيكم، ما تنسوش الاشتراك وتفعيل الجرس واختيار كلمة الكل عشان يوصلكوا اشعار بكل فيديو جديد، ولايك للفيديو عشان اكبر عدد يشوفه وكله يستفاد. تابعوا الفيديو للنهاية وان شاء الله يعجبكم. اول حاجة معانا هي جامعة الاهرام الكندية، كلية الصيدلة 77 ألف، كلية ادارة الاعمال 45 ألف، كلية الاعلام انجليزي 45 ألف، كلية الاعلام عربي 40 ألف، كلية علوم الحاسب 48 ألف، الهندسة 52 ألف، طب الفم والاسنان 95 ألف، العلاج الطبيعي 80 ألف، لغات وترجمة 45 ألف، كلية التصميم والفنون 55 ألف. الجامعة البريطانية، كلية إدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية 109 و200 ألف، الإعلام 114 و200 ألف، الهندسة 124 و200 ألف، التمريض 33 700، طب الأسنان 180 ألف، علوم الحاسب 97 200، الهندسة 105 ألف، القانون 97 ألف، الطاقة والبيئة 124 ألف، كليات الآداب 97 ألف. جامعة مصر الحديثة MTI، الطب البشري 102 ألف زائد 6 آلاف مصاريف إدارية بتدفع سنويا، و2% صندوق المبتكرين بيدفع سنويا. صيدلة 70 ألف المصروفات و3 آلاف تأمين معامل. طب الأسنان 75 ألف مصروفات زائد 4 آلاف تأمين معامل. العلاج الطبيعي 50 ألف مصروفات و4 آلاف تأمين معامل. التمريض 26 500 زائد 2000 تأمين معامل. الهندسة 41 500 زائد 2500 تأمين معامل. التقديم بيبتدي 8 أغسطس 2020 من خلال الأبليكيشن في المبنى الإداري في الجامعة وليس أونلاين. جامعة النهضة، الطب البشري 185 ألف، الصيدلة 99 ألف، الهندسة 59 ألف، كلية الفم والأسنان 127 ألف، علوم الحاسب 37 ألف، والإعلام 37 ألف. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، الطب البشري 85 ألف، الصيدلة 52 ألف، طب الأسنان 63 ألف، العلاج الطبيعي 45 ألف، العلوم التطبيقية 16 ألف، إدارة الأعمال عربي 25 ألف، إدارة أعمال إنجليزي 25 ألف، تكنولوجيا ومعلومات 21 ألف، لغات وترجمة إنجليزي 20 ألف، آثار وإرشاد سياحي 15 ألف، تربية خاصة 14 ألف. جامعة 6 أكتوبر، طب وجراحة 120 ألف، طب أسنان 90 ألف، صيدلة إكلينيكية 85 ألف، علاج طبيعي 61 ألف، صيدلة دوائية 75 ألف، العلوم التطبيقية أجهزة حيوية 35 ألف، تمريض 20 ألف، تربية عربي رياض أطفال 18 ألف، تربية قسم لغة إنجليزية 22 ألف، اقتصاد وإدارة أعمال إنجليزي 40 ألف، اقتصاد وإدارة عربي 30 ألف، سياحة وإدارة فنادق 18 ألف، الهندسة 55 ألف، الفنون التطبيقية 35 ألف، حاسبات ومعلومات 30 ألف، لغات وترجمة إنجليزي 27 ألف، والإعلام 30 ألف. الجامعة الألمانية بالقاهرة، كلية الهندسة 68 350، كلية تكنولوجيا الإدارة 68 350، كلية الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية 64 750، كلية الحقوق والدراسات القانونية 55 750، كلية العلوم التطبيقية والفنون 75 250. جامعة سينا فرع العريش، الحاسبات 40 ألف، الهندسة 62 ألف، الأسنان
141 ألف، الصيدلة 108 ألف، جامعة سينا فرع القنطرة، الإعلام 50 ألف، البيزنس 51652، الحاسبات 51894، الهندسة 68132، الأسنان 145245، الصيدلة 116142، العلاج الطبيعي 92399، جامعة بدر الطب 195 ألف، طب الأسنان 130 ألف، الصيدلة الإكلينيكية 90 ألف، الصيدلة الدوائية 85 ألف، العلاج الطبيعي 75 ألف، تكنولوجيا حيوية 65 ألف، تكنولوجيا العلوم الصحية 65 ألف، التمريض 35 ألف، والهندسة 70 ألف، والفنون التطبيقية 60 ألف، الحقوق 60 ألف، والعلوم السياسية 60 ألف، والإدارة 55 ألف، لغات وترجمة 45 ألف، العلوم السينمائية 80 ألف. آخر جامعة معانا وهي الجامعة المصرية الروسية، طب الفم والأسنان 57 ألف للترم، الصيدلة 41 ألف للترم، الهندسة 30 ألف في الترم، الصيدلة الدوائية 42 ألف في الترم، الإدارة 21 ألف في الترم. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع. مع السلامة.